مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامج رمضان في الحدث. أولى فقراتنا الأخبار. اعتمدت وزارة التربية والتعليم تنفيذ إنشاء أندية رمضانية خلال شهر رمضان المبارك. أوضح ذلك مشرف النشاط في وزارة التربية والتعليم خالد محمد الحقباني وقال: إن هناك توجيها من النائب لتعليم البنين بافتتاح الأندية الرمضانية وبنفس العدد المخصص، وأن تكون مجمعا للشباب يمارسون فيها البرامج والأنشطة الرياضية لمدة 3 أسابيع، وقد صدر مشروعها وآلياتها من الإدارة العامة للنشاط الطلابي ليتم تنفيذها عاجلا. أكد مساعد رئيس بلدية أملج علي زارع الرفاعي بأن البلدية صادرت عددا من المواد المنتهية الصلاحية قبل دخول شهر رمضان، وأوضح للمدينة أنه تم وضع خطة شاملة لتنظيم العمل وزيادة الطاقة الرقابية وتكثيف الجهود الدورية عبر الجولات الميدانية لضمان استمرارية العمل وحرصاً على الصحة العامة والتأكد من سلامة ما يقدم للاستهلاك الآدمي خلال الشهر الفضيل. أكد العقيد محمد بن عجلان الشنبري مدير مرور منطقة المدينة المنورة أن إدارة المرور دعمت المنطقة بالآليات والأفراد، وضعت خططا وقائية تعمل على ضبط حركة المرور أثناء ساعات الازدحام في الشوارع الرئيسية والفرعية، بما يضمن سير المركبات بشكل انسيابي وخصوصا في شهر رمضان الكريم، مبينا أن هناك تنظيما قادما وخطة لبناء مبنى جديد خاص للمرور. ووجه الشنبري نداءه للأهالي والزائرين لتخفيف ازدحام المركبات حول الحرم، وذلك بالقدوم المبكر لأوقات الصلاة لإيقاف مركباتهم بالأماكن المخصصة. وقال في حواره للمدينة: نحن نعمل ضمن شعار المرونة قدر المستطاع في التعامل مع المواطنين بما لا يضر المصلحة العامة، نظرا لعدم توفر مواقف مهيئة وكثرة المشروعات القائمة وما ترافقها من تحويلات باتجاه سير المركبات. أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تجهيزاتها الفنية والتقنية والإدارية لتشغيل مشروع الترجمة الفورية لصلاة التراويح من الحرمين الشريفين لشهر رمضان المبارك. ويسهم المشروع في نقل معاني القرآن الكريم عبر ترجمة فورية متقنة ومعتمدة أثناء أداء صلاتي التراويح والتهجد على الهواء مباشرة باللغة الإنجليزية عبر القناة الأولى بالتلفزيون السعودي من المسجد الحرام، واتصال حي ومباشر بين مركز الترجمة الموحد في تلفزيون الرياض مرورا باستوديو المسجد الحرام، وباللغة الفرنسية من المسجد النبوي عبر استوديو الحرم النبوي. تقوم المدينة بالتعاون مع إذاعة نداء الإسلام خلال شهر رمضان المبارك بنشر المسابقة اليومية الهجرة المباركة، والتي تقدر قيمة جوائزها ب30,000 ريال. وذكر مدير إذاعة نداء الإسلام الأستاذ عدنان صعيدي أن أسئلة المسابقة ستنشر في جريدة المدينة بواقع سؤال كل يوم، ويبث نفس السؤال على الإذاعة في تمام الساعة 5:30 قبل أذان المغرب، ويبدأ استقبال إجابات على إيميل الإذاعة ورقم الجوال المخصص للمسابقة من الساعة 5:30 قبل المغرب إلى الساعة 12:00 بعد ذلك يتم فرز الإجابات الصحيحة وإعلان اسم الفائز بعد برنامج أقوال الصحف في تمام الساعة 2:15 بعد منتصف الليل. وفي فقرة التويتر نبدأ مع الكاتب محمد الرطيان: المطر في بلادنا يعني يوما رائعا، وفي بلاد أخرى يعني يوما طقسه سيء، ما تراه جميلا قد يراه غيرك قبيحا، عود نفسك على الاختلاف. ويقول أحمد الشقيري: مدمن تحسين، تحسين نفسي من عيوبها وذنوبها الكثيرة، وتحسين دائرة تأثيري، سعي مستمر نحو الإحسان يتخلله إخفاقات وإحباطات، ولكن يستمر السعي. وهذه تغريدة الدكتور جاسم المطوع تقول: تمسكك بالقيم لا يعني انفصالك عن الواقع، تأكد دائما بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، لا تحرم ما أحل الله لك. وأخيرا الداعية مصطفى حسني يعرف السعادة في حسابه على تويتر فيقول: السعادة أن تيأس فيما أيدي الناس وتطمع فيما عند الله. ونصل لفقرة الصورة المعبرة عن رمضان. وأخيرا لا تنسوا أن تشتركوا في مسابقة المدينة عبر التسجيل في الموقع وصفحة المدينة على الفيسبوك لربح أجهزة تاب الذكية. نترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.